ايضا نقطة جدا 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 مهمة، بما انه الاطفال بالبيت فنبدي نزرع عندهم العادات الغذائية الجيدة. شنو مثلا؟ صعب جدا سابقا ممكن الكثير من الامهات يقنعون الاطفال بالاكل الصحي، بالخضار بالفواكه، يردون حلويات ويردون هاي الامور. نقدر الان الوقت المناسب جدا انه نقنعهم بالعادات الغذائية الجيدة، بدل ما نزرع عندهم الخوف والرعب وانه احنا بدنا نروح وما نطلع وما يصير تروح بيت خالك وما يصير تروح بيت عمك. نبدي نسوي وياهم اكل بالبيت، نبدي نحضر الخضار بشكل حلو، نبدي نشرح له انه هاي البرتقال ايش قد بيها سي فيتامين، هذا البروكلي ايش قد بيه سي فيتامين، هذا اليوسفي والخ، شنو الفواكه والخضار، الفلفل الاحمر الخ، شنو بي سي فيتامين، شلون راح يقوي مناعتنا حتى نصير ابطال وحتى نصير اقوياء، مو بس ضد الكورونا، ضد اي فيروس ثاني. فهاي النقطة فعلا جدا جدا مهمة، والان هي وقت انه نزرع هاي العادات الغذائية الجيدة عند الاطفال. وبما انه احنا بالبيت نقدر ايضا نزرع عندهم العادات الرياضية الجيدة، نسوي اكتيفيتي جماعي، نتمشى او بالبيت مثل ما ذكرت.